إذا كان المنطق قد احترم في كثير من نتائج الرياضات خلال الأيام الأربع الأولى من بدء منافسات دورة الألعاب الأولمبية المتواصلة أحداثها بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في شاكلة الرياضات الجماعية والقتالية وكذا المائية، فإن عامل المفاجآت قد فرض نفسه في البعض من المسابقات الأخرى أهمها التنس. أولى هذه المفاجآت المدوية حملت عنوان توديع المصنف الأول عالمياً في تنس فرد رجال الصربي نوفاك جوكوفيتش أجواء الأولمبياد، ومن الدور الأول على يد الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو. وما زاد من محنة الإقصاء النتيجة التي انتهت عليها المواجهة قوامها 3 مجموعات نظيفة، ومعها فشل جوكوفيتش في الثأر من ذات الخصم الأرجنتيني الذي حرمه من برونزية أولمبياد لندن 2012. ثانية مفاجأة دورة ريو الأولمبية كان وقعها أشد وطأة على الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز المتربعة هي الأخرى على عرش ترتيب محترفة التنس بفقدانها لتاجها الأولمبي، والمتسببة ليست سوى الأوكرانية يلينا سفيتولينا المتواجدة خارج نطاق العشرة الأوليات في لائحة التصنيف العالمي عندما أوقفت مسيرة الأمريكية في الدور الثالث وبواقع مجموعتين دون رد. رد غاب عن السمراء الأمريكية حتى بمجاورة شقيقتها فينوس لها في منافسة التنس الزوجي عندما آل مصيرهما إلى الخروج المبكر أمام تشيكيتين لوسي سافروفا وباربورا ستيكوفا بشوطين لا شيء. كما التحق الإسباني دافيد فيرير بقائمة المغادرين لأجواء الأولمبياد البرازيلي أمام الروسي يفغيني تسيكواي ب3 مجموعات لواحدة، بينما انتهى مشوار الإسبانية غاربيني موغوروسا عند عتبة الدور الثمن النهائي بخسارتها أمام البورتوريكية مونيكا بويغ بشوطين دون رد. بدورها نالت الرماية النذرة اليسيرة من المفاجآت عقب فشل الثنائي الروماني آلان جورج مولدوفيانو صاحب ذهبية الأولمبياد السابق والصيني يي فيكاو المصنف أولاً في العالم في التأهل إلى نهائي مسابقة بندقية الهواء المضغوط 10 أمتار.